جاستي هيك جيبني. ثانك يو ثانك يو إلينا. اهلا بكم في فقره الفهقان. نعسان. الفهقان مال اليوم تقدرون تعتبروه تمهيد لملف الغاز والنفط اللي راح افتحه بالحلقات الجايه. مثل ما تعرفون احنا هنا جمهوريه نهتم بالملفات اللي جايه تخرب العراق فعلا، واللي جاي تضيع بيها فلوس العراق فعلا. ما نسوي هوسه ونقلب الدنيا على اغنيه، احنا نسوي هوسه هنا ملفات فساد من صدق. وواحدة من ملفات الفساد المهمة بالعراق واللي تم التغليس عليها تغليس تام هي عدادات النفط. الآبار النفطية يستعملون بها عدادات حتى يقيسون النفط اللي جاي يطلع. هاي العدادات وضعها هو التالي. يعني يا أخوان من السبعينات إحنا نستخدم عدادات على الآبار. صح. العدادات حتى تقيس لك إيش قد طلع وإيش قد بس. صح. العدادات هاي نتيجة الحرب ونتيجة التكاثر خربت. وهنا حتى لا تصير الآبار مالتنا هيتيكة كان لازم نجيب عدادات جديدة ونخليها، حتى لا يضيع العراق طبعا، حتى لا يدمرون شباب العراق، حتى لا نخسر فلوس العراق ومليارات العراق. من 2003 اتفقوا ويا هاليبرتن، شركة هاليبرتن اللي يملكها دكتشيني. دكتشيني يملكها؟ ايه اللي يملكها دكتشيني بمليار و144 مليون دولار لإعادة وضع العدادات ووضع النفط كما كان عليه قبل 2003. مليار و144 مليون دولار عقد العدادات الجديدة، وقصة النفط ويا العدادات بقت على حالها. المليار و144 مليون دولار قررنا نذبحنا على النفط بس دبيناهم بالشط. وهنا يبدي تحقيق صحفي يقول: وكانت وثائق قد نشرت سابقا تكشف عن تورط مسؤولين عراقيين بسرقة نفط محافظة البصرة لأكثر من 400 ألف برميل يوميا عبر التلاعب بالعدادات، وتصل قيمة مبالغ النفط المسروق في البصرة بحسب الوثائق التي نشرت في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي نحو 8 مليارات دولار سنويا. 8 مليارات دولار سنويا يعني 12 ألف مليار دينار عراقي، اللي هو 12 تريليون دينار عراقي. يعني كل سنة بس من هاي التفصيلة الصغيرون العدادات يروح القد. هذا مو تهريب النفط، لا لا، هاي تفصيلة صغيرة بتهريب النفط. كل سنة يخسر العراق منها 12 ألف مليار دينار، أي ما يعادل 4000 حفلة لمحمد رمضان، إذا فعلاً حفلة السندباد دفعوا بها 3 مليار دينار. 4000 حفلة بالسنة الوحدة. بس هذا الموضوع، موضوع النفط وقبل موضوع المخدرات وش مواضيع مشابهة ما تشوف عليها تظاهرات مثل التظاهرات على غاني، لأن وراء أحزاب واحتمال اتحاد الدعاة الإسلامية يعرف بالموضوع ويعرف شنو هاي القصة بالتفصيل. ولا تشوف عليه حملات قوية باتحاد الإذاعات الإسلامية، ولا الخطب الدينية على المنابر كلها تحول عليه، ولا يتكفرون ويتفسقون الناس من وراه، لأن هاي مو شيء مهم يضيع العراق مثل الأغاني. وأنا أتمنى مثل ما مهتمين بالسندباد تهتمون شوية بعلي بابا اللي صار لي موسمين فاتح الفهقان عليه، في حال حبيت العراق ما يضيع. شوفكم بعد الفاصل.